خلينا نروح دلوقتي مع حضراتكم لمبادرة الحقيقة مبادرة يعني لطيفة جدا ومهمة. مبادرة هي مبادرة رسم مصر، هي مبادرة شبابية بتعيد وصف مصر بالرسم في رحلة أسبوعية. الرحلة دي زارت مئات المعالم في القاهرة التاريخية. مصطفى، المبادرة دي هدفها إنها تحكي عن تاريخ مصر بالفرشة وبالألوان، إنها تسرد التاريخ الموازي من الحكاوي المرتبطة بأسماء الحارات المصرية، بأسماء الحرف المصرية العظيمة، بالأمثال الشعبية اللي ما زالت موجودة في الذاكرة المصرية حتى الآن. مبادرة شبابية مجتمعية مختصة بالحفاظ على التراث. تحت مظلتها في مشروع خاص بتنظيف الآثار المصرية، ده بالتعاون رسميا مع وزارة السياحة والآثار. الحمد لله احنا حتى الآن تحت مظلة المبادرة عاملين 6 آثار، من ضمنهم الآثر اللي احنا قدامنا دلوقتي القبة بتاعت قبة يونس الدوادار. القبة ديت قبة مملوكية عمرها أكتر من 640 سنة، للأسف فيها زبالة أو رديم وما إلى ذلك، فإحنا بندخل المكان بننظفه من أي شوائب أو أي قمامة أو أي رديم، وبنطلع الكلام ده وبعد كده بنسلمه للوزارة يكون الأثر نظيف، وبالتالي الوزارة بعد كده كما يترى لها بيدخل ترميم أو بيدخل إعادة استخدام على حسب. أنا كده كده بدرس الطلاب منظور حر، والمادة دي بيبقى فيها إزاي يتعلموا يرسموا مناظير، وبيبقى من الطبيعة شيء مفضل جدا وحلو، فلقيت إنه المبادرة بتتفق تماما مع اللي إحنا بنعمله، فده بالنسبة لهم حلو جدا، لأنه أول حاجة بيعلم إيه هي القيمة الجمالية اللي موجودة في التراث، وده بيعزز الانتماء جدا، لانه لما بيعرفوا جماليات الحاجه بيبتدوا هم نفسهم يحافظوا عليها، بيبتدوا يعتزوا بالتراث بتاعهم وباثرهم. يعني بنحاول ندون ونسجل الاثار والحاجات الحلوه اللي في القاهره وفي الجمهوريه، ومهتمين جدا بالاثار وازاي نقدر نرممها وازاي نقدر نخليها مزار سياحي، لان احنا عندنا يعني كم من الاثار مهول وجميل جدا، وممكن ان احنا لو اتحط بصوره تسويقيه مظبوطه للسياح نقدر نشدهم في مجالات كتير قوي.